كأننا بناخد جزء جزء and we improve the skills لكل التيم اللي بيشتغلوا عشان الكير. Thank you. حالة رائعة دكتور حنان. Thank you. لنا احنا يعني اتشخصت عندنا، يعني احنا ما بنسيبش الحاله الا لما نوصل معاها للاخر. احنا بنتكلم مع الجراحه، احنا اللي ماسكين اصلا رعايه الجراحه، فاحنا بنتكلم بشكل يعني ايه يومي او كل ساعه مع الجراحه ويز اور وزاوت ميتنجز. فدي لكن مساله ان البيوبسي مزد في المره الاولانيه، لان دي كانت مستشفى بره ما نعرفش عنها حاجه. لما جت البنت عندنا وشفنا ان this is not logic, this is not the usual, احنا وديج اباوت وصلنا للاخر، لدرجه ان العيانه معمول لها كونسلتيشن تقريبا من كل اقسام مستشفى الاطفال، اتعمل لها البيوبسي، اتشخصت، خرجت عايشه بعد تو اتاكس اوف سيبتك شوك وسيفير كاردايتس وفنتيليشن 21 يوم. لا الحقيقه دي سكسس ستوري، انا بشوف ان دي سكسس ستوري. فيوتشر بلان مش عندي، هي بتتابع مع الجي اي تي. لا هي العيانه اوريدي بتتابع اولا على طب خلاص، علشان بس لو في حاجه كمان غير مش ايزوليتد، لو هي مش ايزوليتد. Thank you very much. الحلقة very interesting and it's rare. معلش مضطرين انه 10 دقائق لكل سبيكر بعد كده عشان صلاة الجمعة، والديسكشن هنخليها later on. الحالات الحقيقة وكل السبجكتس كويسة قوي، بحيث ان احنا كلنا عايزين نتكلم فيها، ممكن نبقى نتكلم فيها يعني بقى في بعد الصلاة ان شاء الله. Now يعني I'm very proud to present بنتي الكبيرة واختي استاذه الدكتوره ايمان فوده. استاذه الدكتوره ايمان فوده هي رئيس وحده البيدياتريك بالمونولوجي في قسم الاطفال، اياديها على الوحده وعلى الاسم كله. انتوا عارفين بقى احنا في موسم الكوفيد والكلام ده كله، توتشست هم نمره واحد يعني، ف تزعلوش مني. ف